عاجل للمنتخب الجزائري ما بغاش انه يشارك في كاس افريقيا المنظمه في المغرب. خاف من جوج حوايج. الاولى انه يجي للمغرب وما يديش الكاس وسديه المغربي واللي ضحكه بغى ما يشاركش باش يقولوا راه حنا ما شاركناش، كون شاركنا كون ديناه. هادشي باش كيلهيو الشعب ديالهم. الثانيه بغاو ان الجمهور ديالهم ما يحج زعما يحج الى المغرب ويشوف المغرب فين وصل. هذه هي اللي كتهمهم بزاف، ما بغاوش ان الجمهور ديالهم يمشي يشجع المنتخب ديالو ويتصدم ان المغرب هربات على الجزائر بدون غاز بدون بترول. باش كنقولوا هربات راه ماشي حنا السويد ولا جنة ولا وغير فايتينهم. اما حتى حنا راه مازال خصنا الخدمه، مازال خصنا طريق طويله باش اننا نوصل داك الشيء اللي بغينا. الاخوان على بركه الله نشوفوا اول فيديو. حبس قبل ما نبداو سبونسور ديال هذا الفيديو هو 1xbet. 1xbet هو واحد البلاتفورم اللي تقدر تلعب فيه. الا بغيتي تسجل الرابط راه كيتحط في هذا الفيديو، الا دخلتي ودخلتي هذا الكود برومو اللي هو خالد بي كتربح $130 اللي هي $26000. اذا الاخوان كما ترون لا كاف كونفيرم لالجيري نو بارتيسيبرا با ا لا بروشين كان 2025 كي سي جورا او ماروك. اخوان هذا خبر مدوي فهاد النهار وما فهمناش ما هما الاسباب. يعني المنتخب الجزائري لكرة القدم لن يشارك في كأس إفريقيا بالتأكيد من الجامعة يعني الكروية الجزائرية وبالتأكيد من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. احنا ما عرفناش لحد الآن ما هما الأسباب اللي خلت المنتخب الجزائري أنه لن يشارك في كأس إفريقيا للأمم في 2025 بالمغرب، مع العلم أن المنتخب الجزائري يجري حاليا يعني مباريات إقصائية لهذا المغزى يعني لهذا البطولة. ما فهمتش علاش كيلعب المقابلات الإقصائية المؤهلة مادام أنه ما بغاش يشارك بلا خاف العقوبات. اللي عارف شنو السبب الرئيسي أن المنتخب الجزائري لن يشارك في كأس إفريقيا في المملكة المغربية خلي لنا الرأي ديالو في لي كومونتير. لأن المغرب مليون الضموار. إخوان والسلام عليكم. وعليكم السلام. ندوزو لفيديو آخر. يا قوم يا قريش انتهى كل شيء. 2025 لا الكاس ولا كهرباء، الحرب. شو على الشعب؟ وهذا دابا شعب، هذا دابا اللي داروا لهم السياج بحال القرودة قاسين تما كيسبونا من الداخل، جاي يضرب الطريق باش يجي للحدود باش يا قوم اسمع. يا قريش يا قريش انتهى كل شيء. 2025 لا الغاز ولا كهرباء، الحرب. 2025 لا غاز لا كهرباء، الحرب. شوفوا اش بغاو لكم الجزائريين اصحاب خاوة. شوفوا هادوك اللي كيستقبلوا الكراغلة وكيمهدوا لهم هذاك باش يحرقوه، ولا كيجي شي واحد في الكراغلة ينقز هاد الشبيكة ويجي كيجري الأراضي المغربية ويصفقوا له المغاربة. يا قوم يا قريش لا حول ولا قوة إلا بالله. دوزوا الفيديو آخر. على هاد المغربية سمعوا المغاربة الجاريين شراو لهاد الدواء، سمعوا المغاربة الخبز كتلبس الخبز في الحلبة. كنتفكر شي حوايج ولكن خليها. سمعوا المغاربة الجاري، سمعوا مرأة مغربية، سمعوا سيدة مسكينة بولدها. سمعوا جيت نحرق باش ندير مستقبل ولدي ومستقبلي ومستقبل حياة ولدي، ماشي مستقبلي أنا عادي نموت، ولكن تا لولدي بغيت ننقذ حياة ولدي. ولدي مريض. دابا هذا اللي دوز جزائريه وكيقول شوفوا هاد المغربيه وكذا. دابا ما عرفناكش انت واش معانا ولا مع غانا، ما عرفناش واش دابا انت دابا ها انت كصحفي كتعتبر راس نفسك انك صحفي بروفيسيونيل مثلا، قبل ما تنشر اي خبر بحث شويه، كون بحثتي شويه تكتشف انها جزائريه، باش ما تقولناش راها مغربيه.
وانا كنقول الاولويه للمواطنين المغاربه. هي كتجي كتقول لك انا بلاد ما عطاتنيش بلادك اللي ما عطاتكش راه هي الجزائر ماشي هي المغرب، ولا كتفضل السلم هداوي اننا نتهلاو في الكراغي ونخليو المغاربه على هاد المغربيه. ماشي مغربيه، بحث بحث انت كصحفي خصك تبحث، ماشي بدا تجري فيلم ماشي تي الخبر تجري باش تنشروا على ود المشاهدات. وها انت ربحتي المشاهد، ربحتي لهاد السانس ديالك، وسير تبني سير تبني ديك الفيلا. لا حول ولا قوه الا بالله، ضروري كيكونوا اللي كيتقبوا الخنشه من التحت. ندوزوا لفيديو اخر. ها هي علاش هضر اوبيرا الملاكمه الدوله. والله ما عرفناش واش هادو ملاكمين ولا ملاكمات. ها الاخرى ما عرفناش واش طالوني ولا ماشي طالوني، بحال ايمن خليف هادي. ها هي عاود فضيحه مع هادي، واتصلت اوبيرا قالت لي ما تنشرش يا اخو. ها وصلنا الفيديو يا اخو. شو هادي واش واش لعيبه ديال واش لعيبه هادي ديال الجيدو الجي هي ديال الجيدو عاود هادي صيفط نعاود راجل كيس في الناس في الجيدو. لا حول ولا قوه. وقتاش ديروا عقلكم؟ وقتاش ديروا عقلكم؟ اللي تبغوا ديروا عقلكم وقولوها لنا باش نعولوا عليكم. ندوزوا الفيديو اخر. عاجل والان الامن يوقف تيك توكر، عفوا تيك توكر الجزائريه بالقرب من معبر بليونش. هادي خصها تشد، خصنا نفيقو، خص بحال هادو اللي شاف بحال هادي ديكلاري بيها. الناس اللي حداه وكذا علاش ما يبلغوش بها انها جزائريه وجايه كتقول لهم انا كنموت انا ولدي ورينا ولدك. نتحدى انها تورينا ولدها، لان شفت في فيديوهات اخرين انها طلعت في منصات وفي قنوات جزائريه كتهضر على شي حاجه شيء يخص الجزائر وداخل الاراضي الجزائر. دابا كتقول لك هنا راه جابوني وانا صغيره، مات الاب ديالها في الجزائر وجابتهم امها، جابتهم وهما صغار للمغرب. كذوب في كذوب. كاش اللي طاطا خرج في الحلم نقول لك كوكو شري قاسينا. انت التليفون اللي عندها كتهضر، وربما شكيت انها كتهضر وكتصور، باغي المشاهدات وباغي تلطخ وتشوه الصوره ديال المغرب والمغاربه. للاسف خصنا نفيقوا بحال هادو. الاخوان واش اللي جا يضحك علينا؟ الاخوان واش اللي جا حنا نصفقوا ليه؟ الاخوان واش اللي جاو نعاونوه؟ اسبانيا خرجت قالت لك لقيت عدد كبير ديال الكراغله هما اللي دخلوا اللي جاوا حارقين. واش اللي جا حنا ونعاونوه ويحرق ليه وبدا يسبنا حنا؟ وقتاش غادي نديرو عقلنا حنا؟ دابا كتلقى دابا يجي الجزائر خاوة خاوة يجي مرحبا ويعلقو يدي يتهلا فيه، ويجي مغربي يقول ليه لا انتوما صحاب الداخل، حنا صحاب الخارج، حنا صحاب الشمال، حنا صحاب الجنوب، حنا صحاب الشرق، حنا صحاب الغرب، وكيقسموا بعضياتهم غير وسط البلاد، والبراني كنعلقوه بجوج يدين. للأسف خاوة خاوة نديروها بعضياتنا من طنجة للكويرة، والباقية إلا شاط شي حاجة نتعاملو معاها باش تشاط مع الله. إخوان وصلنا آخر هاد الفيديو، تحياتي لكم. ديما مغرب ولا عزاء للكراغيلة، ديما مغرب من طنجة للكويرة. السلام عليكم.